16 الرئاسة تنادي. توجه لعمارة فريد الأطرش طريق النيل. عطافي بلاغ لعمارة فريد الأطرش طريق النيل. مش ممكن لما ينزل اعملي اللي انت عاوزاه.
ساب لي عمر جديد. ألف بعد الشر عليك يا حبيبي. عارفة كل اللي حصل ده بسببك انت. بسببي أنا؟ أيوة أنت. سعاد الراس وألف جزمة يركب الستائر الجداد اللي انتوا اشتريتوهم سوا عشان لما تيجي تلاقيهم راكبين. جاب السلم وقف على الشباك وقال يا دقة من هنا ودقة من هنا اتدلق من الشباك زي البهلة وناس. جريت عليه لقيته مش شعلة التشعليقة السودة اللي انت شفتيها دي. أنا لازم أسد الشباك ده. شوف واحد فنى يسدهولي. حاضر. يا حبيبي يا دولي. كل ده علشاني أنا يقطعني. لا لا ما تقوليش كده يا أمينة. أنت فاكرة إن أقدر أعيش من غيرك ثانية واحدة؟ آه يا نافوخي. آه يا دية. حاسس إني مش هقدر أهرش بيهم تاني. أهرش لك أنا يا حبيبي. الحقنة دي هتخليك تنام وترتاح وتقوم زي البوم. لا! ما أقدرش أخد حقنة يا أمينة. وأنا كمان يا حبيبي ما أقدرش أشوفك وأنت بتتشكشك. أنا هقوم دلوقتي وأبقى أطمن عليك الصبح. لا أمينة! 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 يا أمينة! أمينة! الحقيني يا أمينة! ما تسيبنيش في إيدي المتوحش أعمل العمر. أمينة أنا مش الدراع خلصته. لا 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 استنى بس انت هات في اديها لي في رجلي. رجلك انت رخرطه. طب استنى اديها لي في رجلي دي عشان انا اشوي. والله انت بتدلع. طب هقول لك بقى اديها لي من فوق اللحاف. والنب 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 بطل دلع بقى. تعبت قلبي. انت عيان انت؟ ايدك زي المرزبة. دكتور انت؟ لك حق كلازمنا بدكتور بيطري. باي. عن اذنك بقى مش فضيلك. ايه راح لفين؟ ورايا مستشفى ورايا عيادة وعيانين هقعد جنبك. وحاسبني لوحدي. لا ما تخافش الحقنة اللي انا اديتها لك هتنيمك لغاية بالليل لغاية ما ارجع لك. وان شاء الله هسهرك حيط الدين سهرة عمرك ما كنت تحلم بيها. الله احنا ما قلناش امينة تيجي معانا. لا أمينة ما ينصحش تتوجد في المكان اللي احنا رايحين فيه. بسهرة مخصوص عشانك. عشان مناسبة نجاتك من موت وتوديعك لحياة العزوبية. فرفش خلي ليلك حلو. لو النبي انا شربت كتير وانت عارف ان انا ما بشربش. يا اخي اخر فرصه قدامك. يلا يلا. طب اشرب انت وسيبني على مزاجي. لا اعمل معروف ما تسيبنيش لوحدي. احسن واحده تيجي تقعد جنبي وانت عارف اني ما اقدرش اكون امين. يا اخي بلاش هالواد. فين الستات اللي يقعدوا جنبك؟ كل اللي حواليك ناس زي الورد. ايوه زي الورد ابو شوكو. هي فعلا اللي تزوق مني. فاتتني الحكايه دي. ما فاتتش ولا حاجه. ادي احنا لسه فيها. تقدر تسقف دلوقتي. حاضر. كويس كده؟ حلو.
حاضر افندم. نعم افندم. لا ما نستغناش. زيادتك مش كنت بتسقف؟ لا ده تسقيف استحسان. استحسان ايه يا استاذ؟ الجرسون يجي حد عندك وما تطلبش حاجة؟ انت فاكر نفسك قاعد فين؟ ايوه صحيح هي غلطة مني. هات ازازة ويسكي. انا قلت ازازة ويسكي. ازازة ويسكي تاني؟ انا قلت لك ازازة ويسكي على حسابه. نور اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا متشكر قوي على العزومه دي. عفو اشرب اشرب بصحه صفيه. لا انا ما اقدرش اشرب الا بصحه امينه. امينه؟ فهمت. لازم البنت بتاعتك اسمها امين. ايوه امينه حبيبتي وخطيبتي وهنتجوز قريب كده. ايوه الف مبروك. الله يبارك فيك. طب حيث كده بقى نشرب سوا بصحه صفيه وامينه. بصحه امينه وصفيه. صحتك يا روحي. في صحتك يا حياتي يا طعمة يا غالية. تعرف لما بتغيب عني بفتكر ايه؟ بتفتكر ايه؟ بفتكر انك اتجوز. طب وده معقول؟ معقول اتجوز من غير ما اخد رأيك؟ في ايه يا روحي؟ في العروسة اللي هتجوزها. ومين دي العروسة بقى؟ عروسة الملك بسلامتها. هو في غيرك انت يا طعمة يا نعمة يا حنين؟ ادخل. توتو بيه مستنى حضرتك من الصبح. قول له جاي. طب عن اذنك بقى عشان تتبين شفية وخديجة. لا 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 ما تغلطش. امينة وسميحة. ايوه ايوه انا غلطان في صحة امينة سميحة. مين يا جدع انت؟ ما اعرفش. صحة تيت. الله ايه ده؟ تيت تيت اوي. صحة أمينة وشفية. صفية؟ أيوة شفية. بتاع مين ده؟ صاحبي. أهلا وسهلا. بتاع مين ده؟ معرفش. كل اللي أعرفه إنه بيحب صفية الرقصة اللي كانت بترقص وقتها. لا يا شيخ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بونسوار. اهلا وسهلا. اتفضلي. ميرسي. عادي صفية. دي 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 ما تيجي تقعدي جنب هنا سنيورة. اخرس. طيب يخرب بيتك عامل لي سبع ورعبني. في صحة صفية. في صحة صفية. وامينة. وامينة. وحسن ونعيمة. وحسن ونعيمة. ورايا وسكينة. ورايا وسكينة. زر حاجة. مالك حاجة؟ في ايه يا عدل؟ الدنيا بتلف بيا. عايز امينة. امينة. انا حديك. سمي علي. حاضر. مش قادر امشي. حاضر. زر يوم على عيني ضلم 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 يوم بيتنا؟ بيتنا فين؟ بيتنا ضاع. لا ده انت اللي بكرك ضاع. يا ابني انت نايم على السرير بتاعك كمان. سرير؟ سرير فين؟ السرير ضاع. لا ده انت تعبان قوي.
وانا شخصيا مش فضيله. سلام عليكم. لا لا ما تسيبنيش انا بيه، لحسن حاسس ان انا كده مش على بعضي. ازاي بقى مش على بعض؟ متهيألي ان انا هموت بس مش عارف بايه. يا البقية في حياتك. ألف رحمة تنسر عليك. سلام عليكم. نبي نبي غطيني هموت من البرد. غطيني نبي. لازم تموت وانت دفيان. وانا يعني انت عارف انا حاسس بيه وحموت بيه. والله باعتباري اخوك ودكتورك الخصوصي هكلمك بصراحة. هخبي عنك اي حاجة. قول قولوا ما يهمكش حاجة. انت مصاب بانهيار حلزوني في الجهاز العصبي. قبل ما اجيب جهاز الفرح ينهار جهازي العصبي. مسكينة امينة هتموت من الحسرة. هذه حال الدنيا. اذا كنت بقى متضايق من الحكاية دي اجل الجواز لغاية ما تخف. خف؟ اخف امتى؟ لا دي قريب قوي ان شاء الله، يعني كده 10 سنين. بعد 10 سنين هخف بعد 10 سنين. بعد سنين 10 حخف. بعد سنين حخف 10. نبيه 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 فين؟ نبيه ضاع. أنا فين؟ أنا ضاع. ليه؟ امال اعمل ايه يا اخ؟ انتحر، موت نفسك وارتاح. والله فكرة. تعالى هنا. رايح فين؟ رايح اموت نفسي وجاي حالا. انت مجنون تسمع كلام الشيطان؟ امال اعمل ايه؟ تسمع كلام امك وتسمع كلام ابوك. وايه هو بقى كلام امي وكلام ابويا؟ تتجوز امينه وتتمتع بحبك. يعني اتجوزها جمعتين واموت؟ الاعمار بيد الله. وامينه تعيش ارمله؟ القدر رحيم بالبشر. والنبي بلاش فلسفه، خلي الواحد يموت نفسه ويخلص. اسمع كلامي وما تبقاش مغفل. وبعدين بقى بلاش قلة أدب أحسن ودينا حط صوابعي في حباب عينيك. طب اتفلق، أنا عملت اللي علي. إيه يا أخويا السناكر ونكير دول؟ هما فاهمين إيه يا عصر؟ أنا لازم أعمل اللي في دماغي وأريح ضميري وأخلص أمينة من العذاب. ها
سامحني يا رب، سامحيني يا أمينة. طيب وإذا جت أمينة تزورك الصبح زي ما قالت لك ولقيتك ميت، يبقى حتروح هي رخرة في داهية؟ هاي دي فاتتني، عندك حق. مش هنا. Thank you.
وداع يا أمينة. أنا خلاص مسافر، مسافر لأبعد مكان في الدنيا، مسافر للآخرة في أقرب مواصلة. المجناعة هتوصلني في ثواني. أمينة أنا آسف إن حكوي قلبك بنار فراقي، لكن المقدر مكتوب. أنا فضلت إن رايحك مني من دلوقتي بدل ما تترملي علي. وداع أمينة لحسن المجناعة مستنياني. وداع أمينة، وداع أمينة، وداع أمينة، وداع. يا فتي، يا فتي، الوداع. لا أمينة، العين أمينة. الله الله، مالك تعبت كده ليه؟ أمال عايزني لما أشوفك أظهرك؟ ما تخافش، إحنا زملاء، وما دام تجادنا سوا يبقى نشتغل سوا، ننقط سوا ونقسم بالنص. نقسم بالنص؟ نقسم ايه؟ الله، احنا هنستعبط ولا ايه؟ هو عشان يعني ما دخلت انت الاول نقوم نختلف؟ عيب نقعد ببعض واحنا ولاد كار واحد. ولاد كار واحد. طب ما تقول كده من الصبح رعبتني. ليك حق، انت يظهر افتكرتني صاحب البيت. لا ده انا حرامي زيك. العب واجرب. اتفضل استريح. اتفضل. اخي مش عيب يا ابو زمل تخسر المهنه وتشتغل وانت سكران. لا لا شوف، اما اقول لك انا معلم كبير قوي، انا ما اعرفش اشتغل الا وانا شارب. بقى معقول وانت شارب تقدر تعرف قيمه التحف دي كلها؟ اهي دي مثلا. لا فالصه بمائه وخمسين قرش ومشروخه منهم. لا شيخ. ايه عندك حق والله. ما تتعبش نفسك، خد خد جرب ده. يا سلام، زي ما يكون مفتاحه تمام. انا معايا كل مفاتيح الشقه دي. افرم عليك، انت يطر عليك مراقب الشقه دي بقالك مده. انا زي ما تقول ساكن فيها. الله، حلوه قوي دي. ولا تسوى بتلاتة جنيه من خان الخليل. تبان عليك قريب قوي وعارف الاسعار كلها، وخان الخليل وخان مش عارف ايه. سيبك سيبك سيبك، تعالى تعالى اشرب لنا كاسين. خد هنا، رايح فين؟ عاوز توديني في داهية؟ الله تعالى. تبان عليك بيجي حاوي، سايب نور الشقة والي وعاوز تتسامر لحد ما يطب عليها صاحب البيت. مالكش دعوة، يلا بينا بس. خد هنا بس. الله، انت عارف ان صاحب البيت ده باين عليه مغفل؟ جاي ايه؟ ما تقولش مغفل. ليه؟ مش عارف، اصله معلق مرجيحة في الدش وناوي يتمرجح فيها من رقبته. يعني ايه؟ يشنق نفسه؟ اصله يائس من حياته، اكتشف انه صاحب عيا فحب يرتاح من عذاب الدنيا. لا حول الله يا رب، مسكين ده، مسكين وغلبان وحاله علم، بيحب واحده ومش قادر ينولها عشان الموت بيطارده. بس بقى يا شيخ قطعت قلب مول. يا سلام، انت باين عليك رايق وابن حلال وغلبان زي، عشان كده انا عايز منك خدمة. عينيا اؤمر. اقتلني. ايه؟ من فضلك. ازاي الكلام ده؟ ما انا صاحب البيت. لا لا، مش عايز اموت بالسكينة، لان دي حاجات بتوجع بتعور. انا عايزك تموتني على غفلة من غير ما احس،
من غير ما اشعر. انت عاوز تاكل بقالي حلاوه من انت؟ هو معقول حد يطلب الموت نفسه بنفسه؟ انا عايز اخلص من حياتي قبل ما ارتبط بامينه عشان ما اسبب لهاش مشاكل بعد جوازنا. وايه بس الداعي للحاجات دي كلها؟ اصل انا بعيد عنك عيان بمرض خطير جدا ومش قادر انتظر الموت، فارجوك اقتلني. لا حول الله يا رب. يعني مصمصم؟ من فضلك بس ابعد البتاعة دي وحديك 100 جنيه. 100 جنيه؟ جنيه يا عم صلى على النبي، دي جناية. انا لسه ما كملتش كلامي. 100 جنيه مقدم و400 جنيه بشيك مؤجل بعد الوفاة. 400 جنيه يعني كله يبقى 500 جنيه. على كل حال انت تخدم بعنينا. او كده شهامة كده الرجولة. بس اسمع، انا عايزك تقتلني في ظرف 48 ساعة. وماله؟ ان شاء الله حتى يكون دلوقتي. ولا تحب احسن نخليها على اخوانا؟ على اخوانا، اسم الله على مقامك، لاني انا راجل خواف، واذا شفتك حصرخ وافضحك ولم عليك الدنيا بحالها. ولا يكون عندك فكر ابدا ابدا. طب يلا بينا. اسم كريم ايه؟ لا اكتبوا الحمل وحدق. برافو عليك. مال؟ طمنتني على موتي، كنت فاكرك غبي. 400 جنيه لا غير. فاضل امتى؟ ده 400 جنيه، وادي 100 جنيه المقدم. اهو عدوهم لحسن ولاد الحرام كتير. ان شاء الله هتكون مرتاح في الموتة دي قوي بيه. اذا كان ليك معارف او اصدقاء عاوزين يموتوا برضو احنا في الخدمة. لا، اما جرب انا الاول، وبعدين اذا ارتحت في الموتة هعمل لك دعاية مفيش كده في الدنيا. واجب. بس قولي، انت اللي هتموتني بنفسك؟ لا، ده سر المهنة بقى. وكمان مش لازم اكون انا، لاننا بقينا معارف، ولما تشوفني يمكن تتخض. انما يمكن ابعت لك واد من الصبيان الجدعان، دونجول، شلاطة، أرقودة، بطيخة. اعمل معروف، ابعت لي واحد تكون ايده خفيفة. يبقى الواد بطيخة. بطيخة هو ده. السلام عليكم. استنى ما تعرف الباب علشان تنزل من غير ما حد يشوفك. لا ما تخافش، انا هخرج زي ما دخلت بالظبط. صحيح. السلام عليكم. ما تنساش، في 48 ساعة. اطمن. وإذا ما قتلتنيش هوقف صرف الشيك. توقف مين يا عم؟ وشرفك اجيب خبرك قبل كده، وحياتك يا ابو السعود. ايه؟ أبيه، أبيه يا أستاذ. أنا رجعت بكلامي، والنبي بلاش تقتلوني، بلاش تقتلني والنبي. أنت بطيخة. بطيخة؟ بطيخة إيه؟ ده حتى أبيه مش أوان. أبيه، أبيه بطيخة.
تجيت يا سيد وبيه ايه مالك بعد الشر انت نيمك هنا ده دخلت هنا ازاي بالمطبخ زي كل يوم طب اسمع خد خد المفتاح ده ها واخرج من المطبخ الشقه اللي جنبنا ولف وشيل القفل من على باب الشقه يلا حاضر يلا حاضر. تعالى لي حالا لا ما بهزرش على المعروف سيب اللي في ايدك وتعالى لي حالا يا تلحقني يا ما تلحقنيش انا بيه انا ما بهزرش بسرعه وحياة عليك مين خافش بيه ما تخافش انا سيد سيد ايه بس في ايه ايه في ايه لا مفيش حاجه مفيش حاجه يا سيد اسمع يا سيد انا هخش دلوقتي اوضتي وانت عامل معروف تربس الباب كويس وما تخليش جنس حد يدخل الا الدكتور نبي فاهم الا الدكتور نبي الا الدكتور نبي الا الدكتور نبي ها اي حد تاني يدخل حقطم رقبتك الا الدكتور نبي دكتور نبيه امال بتاع اللبن ما تفتح يا مغفر ايه عادل فين في اوضه النوم وقافل من جوه اتفضل ده مستنيك على نار خبر ثانية واحدة احسن مش هيفتح ليه بقى هو ده اللي هيحصل الله مين انا سيد بأمارة ايه بأمارة ما انا بشتغل عندك نبيه مالك يا عادل الحقني يا نبيه ايه اللي جرى يا نبي لا ينكتب ولا يتقري ولا يتمضي طب بس كده هدي اعصابك وروق واحكي لي اللي حصل بالتفصيل هدي اعصابك حصل ايه قلبي ماله بيدق طب ما هو شيء طبيعي جدا ولازم قلبك يدق لا قلبي بيدق بوينج 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 ازاي بوينج انت مش قلت لي امبارح بالليل ان انا هموت انا قلت كده بعد ما رجعنا من الكباريه الله يخيبك يا ابني امبارح كنت سكران جدا قامت في مخك لازم اكشف عليك والا مش هتخليني اروح
اضطريت اضحك عليك واقول لك كلمتين دول، لكن تاكد ان انت صحتك زي البوم، هتعيش يجي مليون سنه. انت متاكد؟ ايه اللي متاكد؟ الله يخرب بيتك. وبعدين بقى بطولة لساني دي، ده انا هطول لساني ورجلي وايدي وشعري كمان. طب ليه بس ليه؟ عرفت نتيجة كلامك كانت ايه؟ ايه؟ اني هموت بعد 48 ساعة. يا شيخ بطل هلوسة بقى انت راخر. يا سيد سيد انت هدف. اقفل الشبابيك والابواب والحنفيات وما تدخلش حد هنا ابدا. طب واذا حد سال على حضرتك؟ انا مت. ايه؟ مش معقول. انا ما بكدبش، لما اقول مت يعني مت. مت مت يعني مت. يا ابن المؤذية. انت تقعد بقى تحكي لي ايه اللي حصل، بعدين مش كويس. مين؟ افتح يا سيد. وحضرتك مين؟ غريبة، يعني هكون مين؟ أنا أمينة. ما أنا عارف إنك أمينة هانم، بس الأوامر لازم أسأل. الله، إيه الحكاية؟ فين سيدك؟ سيدي مات. إيه؟ مات؟ افتح يا عم، افتح بسرعة. أخويا عادل، افتح. مين؟ أنا سيد، أمانة ما قلت إنك مت. دي امينه هاني، قلت لها ان سيادتك مت فبتعمل الواجب. طب مش تقول انها امينه هاني لو غفل؟ اوعى من خلقتي. ولا جبت حاجه من عندي. عادل عادل يا خسارتك في الموت يا عادل. لسه لسه ما تصوتيش الوقت. مش معقول. ايه ده؟ امال ازاي الواد يقول انك مت؟ هو عنده حق. مش فاهمه. انا هفهمك كل حاجه، تعالي. ده اللي حصل، ودلوقتي مش عارف اهرب من الموت ازاي. الحل الوحيد انك تيجي تقعد عندنا عشان ما حدش يعرف طريقك. برافو عليك، دي فكره هايله جدا، لحد ما نعترف حد منهم ونفهمه على الحقيقه بالظبط. بس افرض ان انا وانا خارج حد منهم قابلني وخلص عليا. يا شيخ احنا معاك. يلا البس جاكيتتك ويلا بينا. طيب يا عادل. امال بعد عشانكم في الشارع عليكم مستنيني برا. طب خليك هنا وانا هشوف لك تاكسي. طيب امينه لو جرى لي حاجه هتزعلي؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، هو انا اقدر اعيش من غيرك لحظه واحده؟ طب ليه عندك خدمه؟ ايه؟ لو مت ما تلبسيش اسود عليا. ازاي عادي؟ اصل بتشائم من اللون الاسود. الله، امال البس ايه؟ احمر. احمر؟ ايوه عشان تبقي باينه في وسط اللي بيعزوا. حاضر.
الله يا رب، لازم عيان. نعم، يلزم خدمة يا حضرت، يلزم خدمة يا حضرت. يه ايه الحكاية؟ اصله اهدى. لا حول الله يا رب، لازم مجنون. اقعد يا عادل. مش قادر، مش قادر يا مينا، مش قادر، مش قادر. ليه يا رب ليه؟ بتهيألي ان انا مت وانت الملاك اللي بيحاسبني يا امينه. ما تقولش كده يا حبيبي. هي الملاك بقى وانا بقى ان شاء الله. انت الشيطان اللي سبب لي كل المصايب. يا سيدي انا تتهدى، انا مالي. معلش مادام بابا موجود حط في بطنك بطيخه سيفي. انا بطيخه. ده هو اللي كان في التاكس، مش كده يا امينه؟ وايه اللي خلاك تظن كده؟ منظره، شكله، راسه القرع اللي زي البطيخه. تعال نروح لبابا هو يلاقينا حل. يا رب. يا بابا، بابا. قنابل، قنابل، قنابل. انت بتجربه في المعمل. قلت 100 مرة اما اكون في المعمل محدش يزعجني. مؤاخذة يا بابا لو سمحت، اصل عادل عايز حضرتك في مشكلة تحلها. انا فاضي الوقت المشاكل. اسمع، ابقى فوت عليها زي النهارده، السنه الجايه اكون فضيل. ياي دي مسألة حياة أو موت. أوه اتفضل. خش. لا احنا ناقصينك التراخر. يا خبر اسود، الكلب بيكاكي؟ ما هو ده اصله فرخة. فرخة؟ ايوه فرخة، وتحول لكلب بالمصل الجديد اللي انا اكتشفته، وده في الشكل بس، لكن طباعه زي ما هي طباع فرخة. على كده الكلب ده لسه بيبيض. طبعا. والبيض بتاعه بيفقس كلاب ولا كتاكيت؟ والله ما اعرفش، يعني بفضل اكل بيضه مسلوق. طب انت مش هتسمع حكايتي بقى يا دكتور؟ ايوه انا هسمعك وانا بشتغل. قول بقى الموضوع باختصار يا دكتور. اني انا وانا ما تخليك معايا يا دكتور. انا معاك يا حبيبي، انا معاك. الموضوع باختصار يا دكتور. بيش بقول بيش. بس تمام تمام تمام. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. ده قطه. قطه؟ ايوه. طب حضرتك سايبه كده ليه؟ مش خايف يعض حد؟ لا لا لا، ده ما يعضش، ده يخربش بس. يخربش؟ ايوه، مش قلت لك كان اصله قطه؟ ما تخافش ما تخافش. ده نسناس كان اصله حمار. منها بس ما فيش حاجه ابدا. كان اصله حمار؟ طمن، ما تخافش ما تخافش. يا ربي انا فين بس؟ طبعا المعروف يا دكتور. ايوه خلص لي مشكلتي لحسن انا جدتي مش خلص. ايه ايه بقى الحكايه؟ الموضوع يا دكتور. الموضوع يا دكتور. ايوه ايوه. اني انا وبعدين بس ادي كل اللي حصل. انا شايف يا ابني انك غلطان في اللي عملته. الله، اعمل ايه يا دكتور؟ ما انا كنت مضطر. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، ده ثاني اكسيد الكربون. خلاص يا دكتور، نظرات البوتاسيوم ظهرت في المحلول. برافو برافو، خد دلوقتي منجنيز وحط معاه البوتاسيوم ودخليهم الفرن وهاتي النتيجة. حاضر. دي باين عليها يا بنت مجتهدة، دي من كلية علوم؟ لا يا ابني، دي من كفر طناش. كفر طناش ازاي؟ ايوه، دي كانت الطباخة بتاعتي. وبعدين انا مرنتها معايا في المعمل لحد ما بقت المساعدة بتاعتي. بس دي جهلة، ازاي تعتمد عليها يا دكتور؟ امال عايز ايه؟ عايزني اجيب واحدة متعلمة علشان تسرع اختراعاتي؟ عن اذنك. اتفضل يا دكتور. ايه الحل لمشكلتي بقى يا دكتور؟ مش فاهمني بس. مشكلة ايه يا ابني؟ المشكلة اللي حكيت لك عليها 9 مرات دي. بتاعت خيارة. خيارة ايه يا دكتور؟ بطيخة. بطيخة. انا هقول لك يا ابني. أيوه. امسك دي لو سمحت. عن اذنك. شوف يا ابني. ايوه يا دكتور. انا هقول لك على طريقة كويسة خالص. ايوه. الدور اللي كان هنا. الدورق؟ يا اخي ايه اللي ادعولك ده هو؟ انت سلمتهولي يا دكتور. حاجه غريبه جدا، انت جاي تعطلني. شوف يا ابني. ايوه يا دكتور. خد بالك مني. ايوه. امسك دي اول ما اجيلك. حاضر. شوف يا ابني. انا هقول لك ايه اللي انت بتعمله ده. مش انت يا دكتور قلت لي امسك دي لحد ما اجيلك؟ كفايه. حاضر. ايه بقى الحل لمشكلتي يا دكتور؟ اعمل معروف. شوف، الحل الوحيد لمشكلتك يا ابني تختفي وتظهر في شكل تاني، يعني تبقى عادل بس في صورة أخرى. ازاي يا دكتور؟ أنا أقول لك يا ابني. أيوة.
هدي لك حقنة من المصل بتاعي تتقلب كلب، وبالطريقة دي الراجل ده مش هيعرفك أبدا. والله فكرة، عشان بعد كده أقدر أشمشم عليه لغاية ما أعطر فيه وبعدين أتفاهم معاه. أنا موافق يا دكتور. وطبعا انت بعد الحكايه دي هتبقى ترجعني بني ادم تاني. والله للاسف يا ابني لسه ما توصلتش للمصل اللي رجع تاني، لكن اعدك اني هتوصل له في بحر خمس ست سنين. ست سنين؟ افتح الله السلام عليكم. اسمع بس يا ابني بدل ما تعيش مرعوب. انا عشت طول عمري مرعوب لكن ما عيش كلب. اسمع يا ابني. عادي يا ابني اسمعني بس. يا عم ده لا يمكن يحصل. يا عادي لما تسمع كلام بابا وتوافق. اوافق يقلب لي كلب؟ كلب؟ ايوه هحقنه بالمصل بتاعي يتقلب كلب عشان الراجل اللي هيقتله ما يعرفوش، وده هيبقى في شكل بس لكن هياكل ويشرب زي البني ادمين تمام. ودي تبقى عيشه دي؟ ابقى كلب واكل بشوكه وسكينه؟ ده هيبقى انتصار علم تتكلم عنه كل الاوساط العلميه، دي فرصه ما تضيعهاش منك. مال دي حاجه ظريفه جدا، بكره الحكايه دي تعمل لك شهره وياخدوك في السيمه. اكيد طبعا. مال ما تخليه حيلك انت يا برسان طويل. يا عم انا مال. يا بنتي اقنعيه خليه يوافق. يوافق على ايه يا بابا؟ اتجوز راجل ارمنت؟ خلاص اخليه لك لولو. لا لولو ولا ارمنت. انا اكمل لك كويس. خلاص انتهي خليه يقتلك. انا ما يهمنيش حاجه خالص. طيب تعالى. استنى 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 ما تفتحش الباب لحسن يكون هو. لو كنت سمعت كلامي وخدت الحقنه مش كان زمانك دلوقتي بتطبط. يا عادل ما تبقاش مرعوب كده، ثم ايه اللي هيجيبه هنا بس؟ والله لو حطوني في امهم لازم يجي ورايا عشان يقتلني عشان يضرب الشيك. طيب انا حسيت لك انه مش هو. اللبن. شفت يا سيدي اللبن؟ اطمنت يا ابني. ريح نفسك وخدها. انا لا يمكن اعيش كلب. عايزهم يغلطوا فيا مره ويحطوني في عربيه كلاب؟ لا ده انت اعصابك تعبانه قوي. طب اطلع فوق عشان تستريح. واستاذن انا منها. استاذن رايح فين؟ عايز تهرب وتسيبني في الورطه اللي وقعتني فيها؟ معلش يا نبي عشان خاطري تقعد. حاضر يا ستي امرك. يلا. تاخدهاش انت يا ابني بدل رميتها؟ معلش يا والد اعقل ربنا يشفي. اهمل اهمل ما تخافش دي زي شكه الدبوس. معلش دور لك على فتره. لولا المنامه كنت خدتها انا وريحت نفسي. اهو اربعة اربعة. انا كلت الورق حتة واد بمليون جنيه. معاك ايه؟ مالكش دعوة. عشرة بصرة راحت العشرة. تلعب جرة؟ العب جرة. لا كفاية بقى يا جماعة تصبح على خير. امينة امينة والنبي ما تسيبنيش لوحدي. ما تخافش يا حبيبي انت لازم تنام وتطمن وتحط في بطنك بطيخة صيفي. والنبي بلاش حكاية البطيخة الصيفي دي. انا عايز اعيش، عايز اتمتع بحبك ولا خلاص مستغنية عنك؟ اخفى عليك يا حبيبي ما تقولش كده، هو انا اقدر اعيش ثانية من غيرك؟ المصيبة ان انا عارف كده، عشان كده مش عايز اموت واسيبك لوحدي. بتحبيني يا امينة؟ قوي قوي. وانت؟ انا بموت فيكي وهموت كده سعادتك. انا مش سامعة حاجة. انا موت. ما تخافش يا حبيبي ده هو بيشتغل في المعمل. يبقى لازم انا بالخدامة قرد. طب تعالوا نشوف ايه. الواحد لازم يضحي بسبيل العلم. ايه اللي عمل في وشك كده نعناع؟ العلم يا ستي، العلم اللي انغرست فيه من غير مناسبه. لا زهقت خلاص، انا عايز ارجع بلدنا احسن. ترجعي بعد ما لقيتك من طباخه لمساعده كيميائيه؟ مالي انا ومال الاشغال الكيماويه دي؟ انا عايز الشرف في المطبخ، اعمل مهلبيه، اعمل تسقيه، اعمل ملوخيه. مالي وماله في سير الكربون والنطرات ووجع القلب ده؟ معلش يا نعناع، عشان تبقي طباخه كيميائيه عشان نقول لك يا مدام نعناع زي مدام كوري. لا بلا كوري بلا بوري، ده الدرق اللي طاش عليا كان هيطير رقبتي. انا اروح بلدنا احسن وترجعي للجنازه برجليكي. احسن من البومب والصواريخ اللي عماله تطرقع في خنقتي كل ساعه دي. جهله غاويه فقر. معلش يا بابا سيبها بقى، روحي نام انت يا نعناع والصباح رباح. لا انا ماليش قعد عندكم هنا تاني، انا لازم ارجع بلدنا تاني. شاورت عقلك؟ لا انا كمان غاوي فقر. يعني الحونة دي تبوظ؟ يا بابا سيب البتاعة اللي في ايدك بقى دي، تصبح على خير. روح سعيدة يا والدي. ولا بقول ايه؟ نعم. تعبت اعصابنا بالدوشة بتاعتك. ما تشوف لنا اول قاسة يبقى لك ثواب هنا ولا هنا. انا بقول تاخد الحونة احسن ما تبوظ. لا خليها تبوظ احسن. يعني كل ما عمر حونة دلوقتي تبوظ؟ Thank you.
ولا ست جرادل لاخرهم ميه حيطفوا لهيبي. زعلان مني؟ لا يا حبيبتي انا زعلان جدا على خيبتي. مش قادره افهم افهمي. زعلان لاني ادمي والاحساس هو اللي تعبني. لو حيوان كان همي يسيبني. طيب مادام ده بيتعبك ما تخلي بابا يقلبك لاي حيوان يعجبك. انا جيت اهو اهو بابا اهو. ادعي لي يا ابني حريحك. الله يا شيخ لا يكسبك. انا دكتور عارف اينشتاين. انا مخي كبير جدا ما هو باين. هتكون مبسوط وبهم مظبوط. هتكون مبسوط وبهم مظبوط. وان شاء الله هتجيب لي زباين. تحب تصبح ايه؟ وريني عندك ايه؟ في عندي موديلة تشكيلة فيه بقرون ملوية طويلة غيره. فيه بديول من عيلة قصيلة غيره. فيه بالكم وحداوي جميلة. انا تحت امرك يلا اختار حاجة كده تناسب سنك. حمار حصاوي. اشمعنى حمار يا ابني؟ لانه في ملامح منك يا عمي. ما انا من ذوات الاربعة. انا قبل تغيير منظرك نسيت يا روحي احذرك من جحشة حلوة تغيرك وادت عيني مدمعك. برسيني انت وحدوتي وتبني روحي وموجتي. برسيني انت وحدوتي وتبني روحي وموجتي. لو ما احترمتيش كلمتي تحرم عليا البرداعة. تعالي نمشي في الهوى ونغني وننهى سوا. واقول لقلبي اللي انكوى ارتاح وبطل برطع.
أيتها الشمس لا تغربي قبل أن تشهدي على أن حبي لها خالد كخلودك، بل إنك تغربين وحبي لها لن يغرب أبدا. قربي يا قشطة يا موز مغربي، ايه بس دوسة والنبي ما اقدرش. اوعي تهربي وتسيبي نار مولعة، اديني بوسة والنبي، اديني بوسة والنبي، اديني بوسة والنبي. يا يا مش انا والنبي. ايه 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 ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. حفري كابوس. كابوس يا نبي، كابوس مزعج قوي. كابوس مش خضتني انت الاخر. نعم بس ابقى اتغطى كويس. طب والنبي انزل هات لي ازازه ميه من تحت لحسن ريقي ناشف. حاضر يا سيدي. خليك تعيش انت كده. انا ما بحسبك ما بطيخة. انا بطيخة؟ معلش انا بطيخة. اشرب الشاي بتاعك. تعالى. شاي ايه؟ انا اعصابي بقت نشارة. انا لا يمكن استنى هنا بعد النهارده. هتروح فين بس يا ابني؟ انت هنا في امان. وهو انا وسط اتحلل من وجودي في وسطكم؟ ده انتوا موتوني من الضرب. انا اسف جدا يا عادل، كنت بحسبك بطيخه. اتاكد الاول يا اخي، مش تنزل فيها تلطيش على طول. معلش معلش، انا هحط لك شويه خلاصه قول قاس على الشاي عشان يهدوا اعصابك. لا خلاصه قول قاس ولا خلاصه قوطه، انا كده كويس. امال فين امينه؟ راحت عند الخياطه. ما انت عارف لوازم الفرح يا ابني. لوازم الفرح يا ابني؟ والله انا خايف الفرح ده ما يتمش. ما تبقاش متشائم انت راخر. حط لنا والقاسه يا والدي. حط عينيا يا حبيبي. بس كده كن كبيره. بس يظهر انها جت. بابا بابا ايه مالك يا بنتي؟ حصل حاجه؟ تعالي تعالي. شوف شوفي الراجل اللي جنب البوابه. ايه ده؟ ماله الجدع ده؟ معرفش،
فضل ماشي ورايا طول السكه لحد ما وصلني لغايه هنا. الله اكبر، رحت في داهيه. استنى بس يا عادل، نعناع انتهى الجواب. اعملوا معروف زبوني اغرق. اغرق فين؟ هو يقدر يجي ناحيتك؟ يعني بس هتعمل له ايه بس يا عمي؟ هديله حقنه اقلبه صرصار. اه على بالي انت ما تقلبه صرصار اكون انا رحت المجاورين ان شاء الله. نعم. قول لي يا عم جدل. استنى انت يا امين ونبي. قول لي يا عم حسب الله. جدل يا بيه. قول لي يا عم جدل. مين الراجل اللي كان واقف معاك تحت ده؟ ابو شنب. هو كمان بشنب؟ اه يبقى هو يا نبي هو. قول لي يا عم جدل. مالكش حاجه؟ هو كان بيسال حضرتك مخطوبه ولا لا؟ ها قلت له ايه؟ قلت له انها مخطوبه لعادل بيه. طيب ما سالكش عادل بيه ده مين وبيشتغل ايه وساكن فين وشكله ايه؟ سال. وقلت له؟ ايوه قلت له. يا حلاوه. ايوه النبي قلت له. يا حلاوه. النبي قلت له. الله يخرب بيتك يا عبد الدنيا ده. انا لا يمكن اقعد هنا دي واحده. لا يمكن ابدا. بس انا عايز انا موت نفسي بايدي. لا يمكن. انا ماشي يعني ماشي. هيموتوني يا بيه. هما مين دول اللي هيموتوني؟ الراجل اللي اتفقت معاه عشان يموتني. طيب هدي اعصابك هدي اعصابك. انت اتفقت مع واحد عشان يموتك؟ اه واديته 100 جنيه. اديته 100 جنيه علشان يقتلك؟ مقدم و400 جنيه بشيك ياخدهم بعد ما اموت. اه وبعدين وبعدين؟ وبعدين بعد ما خد ال 100 جنيه قال انه هيبعت لي بطيخه. بطيخه ب 100 جنيه؟ لا بطيخه ده هو اللي هيقتلني. اصل بطيخه ده بقى بيشتغل عند عجور. عجوره؟ انت بتهزر معايا؟ لا لا انا بتكلم جد مش بهزر. لا بس طول بالك هدي اعصابك هدي اعصابك. ادخل افندم. ابعت لي حسنين وتعالى انت كمان وياه بسرعه وحياه عينيك. والنبي بسرعه. انا خايف يا بيه. انا في عرضك يا بيه. لا لا اطمن اطمن خالص. انت هنا في امان. بطيخه مش ممكن يجي هنا خالص. الله يطمنك يا بيه. اصل انا جبان يا بيه. خبوه جوه لحسن بطيخه يقتله. متشكر قوي يا بيه متشكر قوي قوي قوي. الله ايه ده؟ لا ده عشان بطيخه بس. دخلوه جوه في الاوضه عمل العربيه ما تيجي تاخده. انا هتصل فيهم حالا. الله يخرب بيتك يا بيه. الله ابني انت بكراني مجنون. انا مش مجنون. انا هرفع الامر للقضاء. لازم ارفع الامر للقضاء. انا هرفع عليك وجعني حال. انا مش مجنون مش مجنون. انا مش مجنون. انا افتحوا الابواب. بس شكو ماله ده؟ مجنون. امال مش ملبسينه القميص زي ليه؟ اصل جنانه خفيف. ما انت جنانك تقل. ابدا والله. ده انا لو احكي لك حكايتي اصعب عليك. حكايه؟ انت ليك حكايه؟ والله. ايه هي؟ اقول لك يا سيدي. اصل بطيخه. بطيخه؟ انت كمان بطيخه. ليه انت تعرفه؟ اعرفه. هو جابني هنا غير بطيخه يا راجل. ازاي؟ اقعد وانا احكي لك. بطيخه. بطيخه. اقعد. بطيخة اشتريتها
في يوم من الايام. لا انا قصدي على بطيخة. ايوه جاي لك في الكلام. وروح تقطع البطيخة. السكينة راح داخلة جوه البطيخة. يا استاذ انا عايز. ايوه بقى. جاي لك. دخلت تجيب السكينة من جوه البطيخة. لقيت نفسي انا رحت داخل جوه البطيخة اللي معايا. معاك. لقيت نفسي جوه البطيخة. اللي مجنننا انا بقى دلوقتي. مانيش عارف نفسي. هل انا جوه البطيخة ولا بره البطيخة؟ جوه البطيخة. معايا. بره البطيخة. انا عايز. حاول معايا. جوه البطيخة. ايوه. بره البطيخة. انا عايز افهمك. جوه البطيخة. بره البطيخة. جوه البطيخة. ايوه. بره البطيخة. بس اقعد 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 يا اخي. بلا بره البطيخة بلا جوه البطيخة. اسمع اسمع. تعمل لي خدمة ودي 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه والله 5 جنيه. ايه هي الخدمة؟ فك الايدي. أوي أوي النبي. بخمسة جنيه؟ بخمسة جنيه أوي أوي. والله العظيم أنا عائل عائل. إيدك على الخمسة جنيه؟ أهي الخمسة جنيه. مبسوط؟ عائل متشكر أوي. سلام عليكم. إيه؟ إيه هو اللي سلام عليكم؟ إيه؟ أنت رايح على فين دلوقتي؟ هخرج. تخرج؟ تخرج إزاي؟ اسمع يا خبر أبيض. هخرج إزاي صحيح؟ اسمع. إيه؟ لبسني القميص. ليه هتعمل ايه؟ انت مالك؟ لبسني القميص. حاضر. لبسك القميص. حاضر. البس. الله. البس. لبسك القميص. كتفني. حاضر. البس. 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 هات ايديك اهو. ايوه. هات الثانية. اهو انت دلوقتي. جوه البطيخة. وانا بره البطيخة. انت جوه البطيخة. وانا بره البطيخة. انت جوه. جوه البطيخة. وانا بره. بره البطيخة. حرام عليكم يا ناس. حرام عليكم. حرام عليكم. الحق المجنون هرب. المجنون هرب. أما مجانين صحيح يجروا ورا العائل ويسيبوا المجنون. جاني من هنا. من هنا. جاني من هنا. ولا بقول لك من هنا. خبوني والنبي حرام عليكم. انا نفسي اعيش. انا لسه ما اتمتعتش بالدنيا. ما تخافش يا حبيبي ما حدش هيقدر يقرب لك. كل ده وما حدش هيقدر يقرب لي. ما تخافش امال. تعالى معايا. انا لا يمكن اجي معاكم. يا شويش يا بوليس. ايه بس يا عادل. انا لازم اسلم نفسي للبوليس. السجن هو امن مكان اقدر استخبى فيه من المجرمين دول. بس اهدى امال. تعالى معايا وانا اخبيك في العز. هي دي احسن فكره. تفتكروا ما حدش هيعرف طريقي هناك؟ طبعا. طب يلا بينا. يلا. عن اذنك. والنبي ايه بعد ما غرقتني عايز تسيبني وتمشي؟ اتفضل رجلي على رجلك. حاضر امرك. غريبة محدش موجود ولا حتى الغسيل. اوصل يا ستة جيب لك المفتاح من عند شيخ الغفر. طيب بسرعة. مالك يا عادل؟ ما تقوم امال. خايف لحد يطلع لي هنا. هو معقول حد يجي لك هنا؟
انت هنا في امان يا حبيبي. يا شيخ انزل انزل. يا عم الشيخ علوان، يا عم الشيخ علوان، يا عم الشيخ علوان. مين؟ نعناعي. ايه؟ الحمد لله على السلامة. يا جبخان البارود المعمر، يا كومندان قلبي، أنا من غيرك عامل زي البندقية اللي من غير رصاصي. ينيلك يا زناتي. اشتميني اشتميني، قوليلي قوليلي. أنا مش فاضيالك، في المفاتيح السراية، الهان ومعرسة جم واقفين مستنيين على الباب. ومال؟ ما انا رخر مستنيك لحد دلوقتي، شعللت قلبي من فراقك. يا عم الشيخ علوان. إيه؟ يا عم الشيخ علوان. هو ده وقته؟ أوي أهو. مين؟ نعناعي؟ إيه؟ إزيك يا نعناع؟ الحقنا مفتاح السراية، الهان واقفة على الباب. إيه يا عيب الشوق، قدام. ألف حمد لله على السلامة يا ست هانم، دي البلد نورت. كتر خيرك. ما تتفضلوا تستريحوا في دارني على بال ما نوضب الفيلا. لا لا معلش. مالك يا عادل بيه؟ أصل عادل أعصابه تعبانة شوي، في ناس عايزين يقتلوه، والنبي يا شيخ علوان تبقى في البيت. يا ست هانم تقولي الكلام ده وأنا موجود، ده أنا كومنداني الظبط والربط في المعمورة دي كلتي، مفيش نملة تتحرك إلا لما يكون عندي أخبارية بيه. اطمن يا عادل بيه وحط في بطنك بطيخ. لا ما تجيبش سيرة البطيخ دي أبدا. المهم تحرس البيت كويس. من عيني انا هوقف لكم الواد زياتي يحرس البيت، مفيش نمله تقدر تهوب ناحيته. اتفضلوا اتفضلوا. الناموس هياكلني وانت نايم. يعني كان لازم تفكرني يا اخي. ويعني انا انام. ايه ده مليانه ناموس؟ دي حاجه مش معقوله. انا بناتي زناتي يا اخي الغفير بطراقة. انت ترعب. طيب عايز ايه بتراخر يا زناتي؟ عدم المؤاخذة، انا كنت بتمم على الابواب علشان احميكم من ضدياتكم المتربصين. اطمنوا ولا الجن الازرق هيعرف طريقكم. طب متشكرين متشكرين يا زناتي. بس سيبت ركبني يا اخي. طيب افوتكم بعافية. الله يعافيك. يا ناعي مين اللي برا؟ ايوه ده انا زناتي بتمم على الابواب عشان احدد مكان المجني عليهم. انت تحرس البيت من بره وبس، انت فاهم؟ فاهم يا ست هانم. ايه دي؟ دي حاجة جامدة. بقى الرجالة هيني والحريم هيني. امال فين الاقي؟ فين النباهة يا نمر المباحث؟ فين المفهومية يا سبع الليل؟ على دماغك. طب الدنيا عافية.
دي يا لهوي ده انا وحدني بعد ما يا لهوي الجديد بتاعي جيت هنا عشان اجربه بنعناع لا ابدا 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 ده الهدوء بتاع الريف انا لا يمكن انا لا يمكن اقعد هنا دي مش هقعد يا قلت لك يا ابني مفيش امن من بيتي في مصر على الاقل لو جه حد من ريحه المجرم اديله حقنه اجيب اجله اقلبه كلب دلوقتي الواحد يقدر يفكر بعقل عظيم عظيم جدا طيب ايه رايك بقى يا ابني في ايه يا عم بقول تاخد الحقنه بدل الهم اللي انت عايش فيه اهو كله الله ده طيب ايه رايك انت يا ابني لا يا والدي مش معقول قول اس وما زي بعضه بقول يا عمي ايوه اذا كنت مصمم على انك تدي الحقنه لحد ما تاخدها انت انا ما عنديش مانع كده انت بتفضل قدامي وانا بنفسي اديها لك لا والنبي يا بابا بلاش ليه يا بنتي دي كويسه انا ما اقدرش اكون بنت بوبي طيب عن اذنكم انا بقى وبطيخه يا بابا ايه بطيخه ده بطيخه افتكرت بطيخه دي حلها بسيط جدا الحقني مين اسمع انا بقول تروح لبطيخه ده في بيته وانا لو كنت عارف بيته ما كنت رحت له من الاول طيب دور عليه في دفتر التليفون تحت عارف بيه هتلاقي بهاء بكر بطاطس بلكونه بطيخه مش معقول يا بابا واحد قتل تاج زي ده يبقى عنده تليفون ونمرته مكتوبه في الدليل صحيح مش معقوله دي طب اسمع بلاش تروح له بيته البطاطيه اللي زي دول لهم اماكن بيقعدوا فيها يعني الموقف بتاعهم طب والموقف بتاع ده فين عندك مثلا تراب الغفير المحمره ابو السعود ابو السعود ابو السعود ايوه هو ابو السعود هو مين ابو السعود ده لازم ابوه لا لا يا جماعه ده اسم الحي في قهاوي مخصوص بيقعدوا فيها هناك طب وايه الحيوان الجدع ده في ابو السعود انا افتكرت دلوقتي يا عم لما جه الحرامي واتفق معايا حلم ابو السعود ان يوفي بوعده خلاص خد بعضك وروحوا لابو سعود الحمد لله الحمد لله متشكر قوي يا عم متشكر قوي يا حبيبي طيب امين يلا بينا انا مين يا ابو سعود يلا بينا لا استنى وازاي هخرج من هنا وبطيخه مستنيني تحت صحيح في حاجه بسيطه جدا حاجه بسيط اظن هتقولي خد الحقنه تاني لا شوف لك حل غير طيب هتخرج ازاي بس هتخرج ازاي هتخرج ازاي اسمع ايه تعالى ايه اسمح اخ قدام الانسانية علمين الحتة قعدتهم فين فاصل كلاب انا معلمين تجهب تقول انا جوه الألفية ولا النضرجية ولا الهجامين ولا دكاترة الأخرة أيوة يا جدعان سبحان الله خلق بحر واحد والسمك ألوان أبو أحمدات من اسكندرية تعب العقل يميز فين الوصف تمشي دور وتحود شمال وطوال الآخر الشارع وتحود يمين
تلاقي بار المزاج في الوش قدام. تشكر يا اخ. العفو. سمعت الوصفه؟ اطلع يا اسطى. مش وقته. مضرب فين؟ بعيني الشقه بتاعت العمليه بتاعت الليله. ليه؟ منصور معور وسط. يا نهار اسود، قول كلام غير ده يا شيخ، فوقتنا. انا شفته هو جاي توهته. وعلمته ازاي؟ عيب ياض. ايوه عليا. اي نعم، محدش في خرطه بالسعود شافه ولا يعرفه الا الواد صنع. انما انا من اول كلمه عرفته. ده انا ما هي انت والاجر على الله. وشكله ايه ده؟ عريض كده زي شمشوم؟ ابدا. ده واد مسافر بيت هانك انك تنفقه يطير. اه انما بيقولوا عليه بس عليه السيبه. وبعدين يا جدعان مبرد هتروح هب. الواد صنعه قال لي ان منصور حلف براس ابوه انه لازم يمسح له شنبه في وسط الحته. يعملها. ده بيقولوا عليه سمسون زمانه. وبعدين يا جدعان ده مبرد برضه اخونا. اصحى انكره. اجري اديله فكره. فريره. سلام عليكم. راح فين؟ ازوق. انت عاوز تجيب خبري بعد ما توهته؟ انت متاكد ان بار المزاج جنب الاول في اول الخرطه؟ عليك نور. شاكرين يا اخ. شكرا على وادي. امال الراجل الاولاني ضحك علينا ليه؟ بطل الوقت. لازم عرفني. بطل الوش اللي انت فيه ده. دلوقتي احنا رايحين على هناك جنب قلبك تخش فيهم دخله مظبوطه لحسن نتفس نروح في داهيه. بس لا بلاش دوشه انت اخر. اطلع بينا يا اسطى على القهوه اللي كنا واقفين قدامها قبل كده. حاضر. انت سيبك منهم، دول عالم زغابه. زغابه يعني ايه؟ ولا ما انا عارف. سلام النشرة. عندك اتنين هوب هوب وصلحهم. ايوه جاهز. بيملى الهوب هوب من برميل الويسكي. كل واحد ونيته. ما في ويسكي براميل. ايه يا عم وينو؟ ايوه يا سيد. قوم اتكلم عليك. تقول لك هم ضربوا فريق كده. على ايه ده يا سيد؟ يخافوا ايه؟ هم بحلق في العالم دي. اه. الراجل بتاعك المجرم عشان نخرج من هنا على خير. واي. قوم بينا نلطف الجو احسن تقلب بغام. مرحبا منصور. مصر نورت. بمين؟ بيك يا منصور. وانت فاكر ان احنا دقين بط ومش عارفينك؟ ده احنا لو عندنا خبر انك هتشرف كنا فرشنا لك الارض حنه من باب الحديد لغايه ايه. طب اديني جيت. سلام يا اسطى العم العالمين. يا
يا منصور لاور. رحنا في داهية. يلا نزور. لا متخافش اثبت. مصر نورت يا عور. انت مين؟ محسوبك واخوك لعور. من شدة اعجابي بيك فرغت عيني عشان ابقى زيك. مرحبا بالمحبة. تحب افرغ لك التانية؟ ليه؟ خليها عشان اشوفك واغمز لك بيها كرهو. كان نفسي اشوفك من زمان عشان اتعلم منك هبدة المقص وضربة الموس وخبطة الرصية. لما يجي مبرد الكلب ده. سلام ايوب للعور. الناس اللي جايين يعتدوا علينا. لا لا سلام للناس اللي تفهم. سلام. يقصد مين بالكلام ده؟ صدنا انا طبعا. هيقصد مين؟ الحمد لله. سكت له ليه؟ خايف منه؟ لا مش عايز اسخ ايدي بدمه الزفر. قوم نفضه وسلك بسنانك. انا غاسل سناني النهارده الصبح في الفرشه. قول لك قوم نطرمهم لك. طيب اللي هيتكلم حقته مرقبته. فاهمين؟ عايز ايه؟ اقطع دراعي من الصابع للكوع لاعملك كفته. كفته؟ اه. ويعني وانا اقطع دراعي من الصابع للكتف واعملك عجه. عجه؟ اه. جهزتوا كفن؟ لمين؟ ليا. تعال انت سلم نفسك يا منصور يا اعور. المره دي مش هتقدر تفلت من ايدينا. ده بطيخه واطي. عن اذنك. رايح فين؟ رايح اسلم نفسي بدل منصور الاعور. السجن امن حته استخبى فيها من اللي هيقتلوني. ده مجنون. اوعى تحبني. الظابط قبض عليا. ليه؟ هو انت منصور الاعور؟ امال منصور الاحول؟ قبض عليا وخلصني.
سجن للجدعان. طب قدامي يا مجرم. يا حول الله، الراجل اتجنن. سلم نفسه. انت اتجنن ده ولا ايه؟ افتح يا سيد. شاكرين يا سيد. اقفل يا سيد. اتفضل يا اخ. ايش اطلع بيها. ايه علبة الدخان عناية. ود 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 معاك كبريت؟ لا دي معلهاش. تنفخ يا اخ اللي فضلك يا اخ اللي مين؟ هو انت ضمان 400 جنيه؟ لا والله انا ابن حلال. ضمان؟ انا خلاص رجعت في كلامي. لكن انا ما رجعتش في كلامي. ايه؟ ولا بعيال ولا ايه؟ ده انا ما صدقت انك جيت لي برجليك. لا بس انا مش عايز اموت. انا معايا. لا هنا ما تخافش ما تخافش. ايه؟ انا عارف انك جبان. انا حموتك زي ما اتفقنا من غير ما تاخد بالك. يلا كده اعمل نفسك كده مش واخد بالك وبقى عليا انا. يا حضرة الفلوس اللي خدتها دي حلال عليك بس اعتقني. انا ما اخدش فلوس حرام. من اخذ الاجره حسب ربنا على العمل. عمل ايه بس ده اللي انت عايز تعمله؟ ده حرام. انا بنفذ طلباتك. يلا بقى اعمل نفسك مش واخد بالك. خلينا نخلص. انت من الصبح عمال تقول مش واخد بالك مش واخد بالك. لا واخد بالي كده. انت حر. انت حر. طب استنى استنى لما نخرج من الاسم لحسن يقبضوا عليك من جوه جوه. بجملة يبقوا 150 سنة. هما ايه ال 150 سنة؟ حكيمانا بقى علي احكام ب 125 سنة. ربنا يزيدك من نعيمه. هيحصل لما اجيب خبر حضرتك. طب ليه ما قتلتنيش من اول؟ والله بقى ده سبب خارج عن ارادتي. انا سبتك من هنا والله يجازيهم قبض عليا من هنا. حكيمانا سوابق زي ما انت عارف. عارف. يعني انا جيتك لحد هنا برجلي ده بس عشان ما اطلعش عيل قدام الناس. يلا بقى خلينا نخلص. الحقوني الحقوني. اخلص اخلص. شفت بقى ان محدش هينجدك من ايدي. مش كفايه سبتك غصب عني لغايه الوقت. يا بنيه يا بنيه يا بنيه. اللي انتوا قبضتوا عليه مش منصور لعمر، ده صديقي عادل المهندس. اذا كان هو اعترف بنفسه. ما هو يا فندم قال كده مخصوص عشان يخش الحجز. الحجز بالنسبه له أأمن مكان في الدنيا. في ناس بيطاردوه وعايزين يقتلوه. ممكن تثبت صحه اقوالك؟ طيب تسمح لي بالتليفون؟ اتفضل. شكرا. الو نبيه، انتوا فين؟ خدتونا عليكو. اسم الدرب الاحمر وعادل ازيه بخير؟ طب ورحتوا هناك ليه؟ البطاقة؟ حاضر حاضر، بس حفوت على الاستاذ فؤاد المحامي وجايلكم حالا. انما ايه اللي خلاه يلجأ لكده؟ خوفه من المجرم اللي اتفق معاه عشان يقتله. الحقيقة دي اول قضية تمر عليا من النوع ده. ادخل. هات لنا المتهم عادل المهندس من الحجز. حاضر يا فندم. يا فندم تأكد سيادتك ان عادل ملوش اي علاقه بمنصور الاعور. ده عادل طيب جدا، ده يخاف من خياله. الحقوني الحقوني يا جماعه. الحقوني خلص ضميري. الحقوني. شويه شويه العقل يا شويش. انزل سيبوه يا شويش. ابعد يا مجرم. انا راجل عندي ضمير، خدت فلوس من الراجل ده عشان شغلانه ومش عايز انفذ اتفاقي. ما ترجع له فلوسه. ما صرفتها. نفذ كلامك. طيب لا لا انا عايز
عايز يموتني. يموتك؟ تعال معايا وكيل النيابه اقول الكلام ده قدامه. روح هنا. هتروح مني فين؟ كلها 125 سنة واصلها لك. بقى ده كلام معقول؟ حد يتفق مع مجرم عشان يقتله؟ معلش اهو ده اللي حصل. وايه اللي خلاك تعمل كده؟ الخمرة. الخمرة هي اللي هيقتل اعمل كده. الله يخرب بيت الخمرة. اطلب من نيابة الافراج عن المتهم بلا ضمان. يخلى سبيل المتهم عادل المهندس بالضمان الشخصي. لا لا مش عايز اخرج. لحظة المجرم يموتني. مجرم مين؟ اصل الراجل اللي اتفقت معاه موجود جوه عندكم في الحجز ومش راضي يتنازل ابدا عن الاتفاق اللي بينه وبينه. ده راجل محكوم عليه ب 125 سنة، انت تطمن وتخرج والحاجات دي ما تفكرش فيها خالص. الله يطمنك يا بيه. يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. يا سلام، متهيألي انا اتولدت من جديد. الف مبروك يا عادل. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة يا عادل. الله يسلمك يا امينة. يلا بينا بقى عشان نعوض اللي فات. يلا بينا. يا لكن لا يا شويش يا بوليس. بتنده للبوليس ليه بس يا استاذ؟ عشان يفسحك يا مجرم يا قتل قتلة. انت غلطان، انا مش مجرم ولا حاجه. امال كنت بتطرد المده دي كلها عشان ايه؟ عشان يشغلني في السيمه. شغلك في السيمه؟ وايه المناسبه؟ لان فيها شبه من يول براين. اخرب بيتك. اعمل معروف يا استاذ، انا عندي وهبه. وهبه؟ وهبه ليه؟ انت فاكرني عبيط؟ مش حضرتك الاستاذ فؤاد المهندس؟ فؤاد المهندس ايه يا جدع انت؟ ده عادل الخطيب. مش معقول، ده الخالي الناطق اهو. لا مش انا، حل عني بقى وتعالى كده. الاقي الاستاذ فؤاد المهندس فين؟ زي في مسرح التلفزيون. وهيرضى يشغلني؟ ضروري هيشغلك، خصوصا عشان قرايتك الجميله دي. طب وبقيه الفرقه؟ فرقه؟ فرقه الخلابس الاهليه.